والله اعتقد بانه حق الشرف ولا لها، لانه لايسو معروفه بماضيها العتيد والعريق، قلتها شحال من مره وكانت عندي قناعه تامه بانه الفريق سيعود الى شانه والى ان شاء الله يعني المرتبه نتاعو، وهذا يتاكد شيئا فشيئا بحصول. نظن باللي الانتصار في هذا المقابله كان انتصار رياضي حقيقي، انه في الصوت الثاني كانوا لاعبين في المستوى ما شاء الله، ويعتبر انتصار يعني ميريتي كما نقولوا باللغه الدارجه. ونتمنى ان شاء الله انه يعود الفريق مره ثانيه الى المرتبه نتاعو على المستوى الوطني بالنسبه لكره القدم. هل طموحات رحت؟ اكيد، لانه نظن باللي فيه تاكيد من طرف الفريق، تاكيد من طرف الطاقم التقني خاصه المدرب، ونحن كذلك جاهزون لمواصله الدعم المادي والمعنوي ان شاء الله. لعب الدور تاعو مش فقط في الملعب بل حتى في شلف كان لعب دور كبير في التحفيز. استوعدهم الجماهير طبعا، هم نوعد الجماهير ونعطي اللاعبين وعد الجماهير ونوقفوا معهم، واحنا نواصل الصلاه في دعم الفريق المادي والمعنوي طبعا ان شاء الله. كما نقولوا التحفيز المادي راه موجود ان شاء الله.